دلوقتي بقى هنشوف بقى الافتر والبيفور. هوريك بس مثال الاول عشان نعمل ايه. انا مثلا عايز اعمل المثلث ده الشكل زي كده، عباره عن ديف عادي واخد بوردر ريديوس من الجنب. طب المثلث ده جه ازاي؟ بص كده، هو ديف عادي تمام، لو اديته بوردر من فوق وبوردر من كل حته هيتقسم معايا ايه، زي كانه برواز كده تمام. لو شلت ده خالص اديته بقى ويتس زيرو هيجي بالشكل كده. لو اديت بقى البوردر ترانسبيرد وسبت دي بس اللي متلونه هتديني المثلث، وايه المثلث هتحطه بالبوزيشن هيبقى ماخد معاك الايه الشكل ده. نعمل مثال زي ده دلوقتي. انا عندي ديب تمام، ديب اللي احنا كنا عاملينه، لو رحت مثلا ايه اديته هنجغره مثلا شويه عشان يبقى زي التاني، نديله مثلا ايه 50 بيكس او مثلا 100 بيكس تمام. ده الايه ده الشكل معايا. هنديله بقى مثلا من فوق كده شويه، ياخد بوردر ريدياس، بوردر ريدياس مثلا 35 بكسل تمام، يجي بالشكل ده ماشي. عايزين بقى ايه نحط المثلث ده. انا دلوقتي هقول له ايه التست، هي الافتر والبيفور عناصر زي بعض خالص. لو قلت له افتر هي يا، لو قلت له بيفور بس. لو هعمل مثلا اتنين مثلث يبقى واحد بالافتر واحد بالبيفور، فاهمني؟ عايز اعمل اربعه مثلث هحط بقى سبان جوه وادي السبان دي افتر وبيفور، فكده هتديني مثلثين والتست نفسه ياخد افتر وبيفور. يبقى كده معايا ايه، معايا اتنين ايه، معايا اتنين من هنا واتنين من هنا يبقى اربعه. طيب تعالى هنا، اي افتر او بيفور بياخد كونتنت دايما كده. الكونتنت ده ممكن تكتب فيه ايه عناصر زي الفونت، الفونت اوسم مثلا، بتبقى مثلا لو عايز تحط قبل الديف زي مثلا هقول لك، بتشوف في الفورم تلاقي مثلا انبوت وفي الاخر علامه كده اللي هي علامه السيرش، بيحطها ازاي؟ بتبقى فونت اوسم وحطيتها بالنسبه لها افتر وبفور ومدخلها جوه بالبوزيشن. فلو كتبت هنا اي كلام هروح هناك في الافتر هلاقي ظهر اي كلام كده هنا تمام. فانا مش عايز كلام، انا عايز زي ما قلت لك مثلث. فزي ما شفنا المثال انا مش عايز اصلا يبقى معايا ديف ليه مساحه ولا اي حاجه، فانا بقول لك كونتنت سيبه فاضي. إيه اديني مثلا انا عايز احطها باللون الاحمر برضه باك جراوند، سيبك من الباك جراوند احنا هنرسم، فقلنا هنرسم بالبوردر. فهنقول له بقى بوردر سلاش توب ماشي، بوردر توب مثلا 20 بكسل عذرا 20 بكسل سوليد هاش لون احمر كده تمام. ده بالنسبه لل 20 بكسل سوليد لون احمر تمام. دي بالنسبه للبوردر توب. لو جيت عملت كده عادي انت مش هتبان اي حاجه لان لسه ماليش ويتس ولا هاي، وانا مش عايز اساسا لا ويتس ولا هاي. فانا ممكن اعمل ايه، هديله بقى كل البوردر. انا عندي توب ليفت، عندي رايت، عندي بوت تمام. برضه هتيجي هنا في هنا، هو ظهر هنا اهو اللي هو المربع ده، انا هدي لكل واحد لون مختلف عشان يبان المثلث معايا. يعني مثلا ده انا هدي له لون ايه اصفر، لون اصفر. ده ندي له ايه لون تاني، ده لون تالت كده، لون تاني خالص ايه، لا ده اتكرر معانا ايه لون كده. بص جيت العناصر كلها معايا، وده مثلث مثلثاتها. انا بقى عايز المثلث اللي تحت ده، المثلث اللي تحت ده ده هو اللي يعتبر البوتو. فانا هاجي المثلث اللي تحت هو الوحيد اللي هيبقى ليه لون، والباقي ده كله انا هديله الالوان ترانسبيرنت يعني لون شفاف. هعمل كده همسح، انا عايز اللي تحت بس، بهدل كل حاجه تران بيران تمام، هكررها معايا ده كله واسيب اللي تحت بس هو اللي ايه اللي ملون. سيب كنترول اه كده بقى معايا المثلث تمام. انا لو رحت لونت مثلا اليمين ده هيتلون معايا، بلاش لحظه هيتلون معايا اهو، بس انا مش عايز، انا مش عايز الشكل ده، فانا خليت ترانسبيرنت تاني وانا عايز كده. طيب يجي هنا بقى نخش الدور البوزيشن. انا لو اديت لده بوزيشن ابسوليوت، بوزيشن ابسوليوت تمام، الابسوليوت كده هيبقى للصفحه، بالنسبه للصفحه. يعني لو اديته توب زيرو، لو حطيت توب زيرو دلوقتي هياخد توب زيرو بالنسبه للصفحه نفسها. ولو اديته مثلا ايه ليفت 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 زيرو هيبقى برضو بالنسبه للصفحه من هنا، انا عايزه بالنسبه للديف. فقلنا هنروح نعمل هنا بوزيشن ايه، هنحط هنا الريليتيف بتاعها هنا تمام كنترول اه. فهو هيجي بقى نبدا نحركه احنا بالتوب والليفت بتاعنا بحيث ان احنا نظبط الشكل.
فاحنا هنعمل ايه؟ انا عايزه ليفت 50% عشان انا عايز اجيبه في النص بالظبط. فهنعمل كده انسبكت هنا ثواني، دي العناصر الافتر اهو، عايزه من فوق تمام عشان هو فيه 20 متر تاخدين. هات وانا مدي هنا المفروض كام المارجن؟ 50 تمام. هنيجي بقى ليفت 50% كده اهو، بس مش هتلاقيه متوثق جامد. ليه بقى؟ هقول لك السبب. احنا هنحط هنا التعديلات عشان بس تبقى معانا، سالب 40 بكسل، وهنا احنا قلنا 50%. طب 50% ما اشتغلش معايا، ما جتش في النص بالظبط، طب ايه الحل؟ الحل بقى ان هو لازم هتطرح ال 20 بكسل دول من 50% دول بحيث انه يجي بالظبط. بمعنى ايه؟ انا عندي ميثود اسمها كالك. الكالك ديت ميثود في السي اس عادي، بتحسب لاي بتعمل اي عمليات رياضيه. فانا قلت عندي 50% عايز اطرح منهم 20 بكسل تمام. نروح نشوف الشكل اهو كده ظبط في النص بالظبط. ليه؟ انا طرحت ال 20 دول، ال 20 دول انا طرحته مش عايزهم، يعني خد ليفت بس نقص 20% بحيث انه ايه 20 بكسل بحيث انه يجي ايه في النص بالظبط تمام. كده مثلا بالنسبه ان انا ايه رحت رسمت مثلث بالشكل ده، عايزه بقى نفس اللون بقى نخليه احمر عشان يبان انه في الشكل لون احمر تمام بالظبط تمام. نكبر دي مثلا نخليها 300، نخلي ال 100 ديت 50 عادي بقى، دي ديزاين عادي بقى ترجع للذوق عادي بحيث انه يبقى ايه الشكل ده كده بالظبط تمام. الوان برضه عايز اي لون هتغير سهله برضه ماشي. فاحنا مش عايزين بقى ايه نخش في القصه دي، عايز مثلا تصغر حجم المثلث. خلاص هتروح برضه ايه تصغر الحجم هنا، ال 20 ديت تخليها 10 تمام 10. هتبص هتلاقي ايه الحجم صغر معاك. طب قال لا صغر وطلع فوق، لان ايه التوب بتاعك انت عامله 40، فانت تقوم رايح جاي مصغره بقى ايه ل 20 مثلا. هتبص هتلاقي لسه ما ظبطتش، تقوم رايح جاي مظبطها، ظبطت معاك ماشي. طب مش في النص بالظبط، لان انا ايه عايز اطرح 10، هروح اغير هنا ايه هخليها 10 تمام. فجيت كده بالنص بالظبط، وهكذا بقى بالنسبه لرسم المثلث. ايه نيجي مثلا، طب هوقف الفيديو عشان بيعمل ريندنج معاه في وقت، وبعدين هرجع اشرح اللي هو بقى مثال الزرار افتر وبيفور. او مثلا قبل ما نقفل، في هنا البيفور دي لو عملتها بيفور كده ولا اي اختلاف، نفس الشكل هي الافتر زي البيفور. فانا ممكن اعمل بقى واحده فوق واحده تحت. بمعنى ايه؟ انا حطيت هحط هنا افتر تمام، بس بدل ما كانت توب هخليها ايه بوت ماشي بوت تمام، وسالب 20 بيكس. وبدل ما اخلي البوردر، بص بص هو جه هنا، بس انا عايز البوردر بتاع توب مش عايز بتاع الايه البوت، عايز اعكس المثلث. فانا هاخد اللون ماشي هحطه على البوردر توب نفسه، هحطه هنا كده تمام. هتديك مثلث من فوق ومن تحت ماشي، ده شكل. عايز برضو تحط كمان واحد هنا وواحد هنا، خلاص يبقى تدخل عنصر سبان هنا، هتحط عنصر سبان هنا ما تدلوش اي حاجه سبان تمام. وتروح تحط هنا ايه للسبان افتر وبيفور، وتبدا بوزيشن ابسوليوت، وتحط نفس الكلام وتلاقي نفس الدنيا معاه. اعملها وهتلاقيها سهله ان شاء الله.